طريقة السلف في حفظ القرآن. ريجاي سلف بو لبركردني قرآن. كيف كان السلف الصالح مع القرآن؟ آية سلفي صالح لقى القرآن شون بنا. هل تركوا حفظ القرآن؟ آية وازيا لبركردني قرآن هناوة. هل حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل؟ آية قرآن يعني لبركردوها ببي بيركردنا وو كار كردن بي؟ لا هذا ولا هذا. نخير نأمو نأويش. كان لديهم حفظ يومي للقرآن. أوان لبركردني كي روجاني يعني بو قرآن. نظر يومي في تفسير الآيات. تما شاكردني كي روجانا بو تفسير كاني آيات. عمل يومي لكل ما حفظه. كرداري كي روجانا بو همو أوي لبريان كردو. ماذا نصنع؟ شيب كين. نحفظ حفظ يومي. بل بركردني كي روجانا لبردكين. نرجع لتفسير مختصر. دقرينا وبو تفسيري كي كرد. نفهم معاني الآيات. لمعنى آياتك أنت يدقين. ونستعين بالله على العمل. وبشت بخواي قولة بسين لكرده وكان ده.